اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن خالص تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الشعبية الشقيقة إثر حوادث حرق الغابات التي تعرضت لها مؤخرا والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. كما قدمت مصر صادقة تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب الجزائر الشقيق وأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وتضامنها مع دولة الجزائر الشقيقة في هذا الحادث الأليم. تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوما على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءا من شهر أغسطس المقبل. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسوما على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءا من شهر أغسطس المقبل. قال مكتب الرئاسة في تايوان الثلاثاء إن الاختبارات الصحية أثبتت إصابة رئيسة البلاد ساي إنغ وين بفيروس كورونا، معلنا إلغاء كافة اجتماعاتها لليوم. وذكر المكتب في بيان أن تساي شعرت بتعب بسيط وأثبتت الاختبارات إصابتها بفيروس كورونا. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء الفرق التي تشارك في قرعة الدور التمهيدي لبطولة الأندية الإفريقية في الموسم المقبل 2023-2024، وشهدت أسماء الأندية المشاركة في الدور التمهيدي عدم وجود أي نادي مصري سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية.